كتب أحد الكتاب في الجريدة الرياضية عن ناد يطلق عليه الزعيم. نعم. يقول كتب أحد الكتاب في الجريدة الرياضية عن ناد يطلق عليه الزعيم، وبعد نهاية المقال كتب جملة وهي: ما لكم لا ترجون للزعيم وقارا. أعوذ بالله. فما توجيهكم؟ هذا من تحريف الكلام، وهذا يجب أنه يرفع للإفتاء، يعني يصور هذا الكلام، صور الجريدة وتاريخها ومتصدرت ويرفع للإفتاء.